يقول هناك سفك دماء المسلمين وتحطيم المساجد وحرق القرآن وتدليس قبور الموتى في غزة، ما موقف السلفية في انتهاك حرمة المسلم؟ قل ما هو موقف المسلمين ككل؟ الدعاء، ما لنا إلا الدعاء. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا لما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لا يقصد بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد الرسول الذي معهم في هذا الأمر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فيقول الله: ألا إن نصر الله قريب. فالمسلمون وعلماؤهم وطلاب العلم يعلمون أن هذا من الاختبار والبلاء والفتنة والشدة. ولذلك يا إخواني أقولها والله بقلب مفتوح، وأسأل الله الصدق فيما أقول، اعلموا أن كل من يدعي العلم أو الدعوة ويسمى داعيا ويدعو الناس إلى التجمهر على الحكام أو إلى سب ويوجه غضب المسلمين على سب الحكام والحكومات والوقف بجوار من أخطأ وأذعر الحرب وأسعر الحرب على إخواننا المسلمين، أن هذا هو طريق الجهاد والنصر، فوالله ليس كذلك. وأما طريق النصر فقد أمر الله به في أكثر من موضع، نأخذ على ذلك أدلة. وسمحوني، هذا الأمر شوكة في حلوق المسلمين جميعا، لا بد أن نتخلص منها بنصر الله عز وجل. ونصر الله لن يأتي إلا بأمور: أولا إقامة شرع الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. قال الله: إن تنصروا الله ينصركم. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهل نحن ننصر دين الله عز وجل؟ كيف ننصر دين الله عز وجل؟ بإقامته. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ونحن المسلمون كذلك، لأن الله قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ها آيات الله وفيكم ها رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فهذا الذي نريده، أن ما دام معنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن نهزم. لكن هل نحن نقيم الدين؟ نقيم الكتاب القرآن الكريم وما فيه من أحكام، ونقيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيها من أحكام؟ لذلك قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بس حذرنا الله من ذلك. ولا تظن أن الله عز وجل عندما يخاطب أهل الكتاب أو الكافرين أو غيرهم أنه لا يوجد مثلهم في الأمة، بل نحن أول من نخاطب بذلك ونحذر من هذا. لذلك قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فكيف نكفر ونحن تتلى علينا آيات الله وفينا رسوله أي سنته؟ وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. وقالوا: إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. وهذا الذي نقوله للناس جميعا: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله، تعالوا نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا. فتجد المثبطين: احنا لسه هنبدأ من الأول، احنا لسه هندعو إلى التوحيد، احنا لسه هنحذر من الشرك، الأمة بخير بخير بخير، الأمة بس نتحد ونعتصم. ألم يقل الله واعتصم؟ نعم، هذه الإجراء الثاني بعد إقامة الدين، بعد إقامة قال الله قال رسول، بعد اتباع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاعتصام والاجتماع جاء بشرط أن يكون بحبل الله عز وجل، وحبل الله هو القرآن والسنة. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا هو أن نعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا. لكن أن أضع يدي في يد من يسب الصحابة ويطعن في زوجات رسول الله وفي شرفهم وفي فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضع يدي في من يقول أن جبريل خان العهد ونزل على محمد ولم ينزل على علي، أضع يدي في من يقول مدد يا علي ومدد يا حسين ومدد يا بدوي ومدد يا زينب ومدد يا دسوقي ومدد يا جيلاني ومدد يا رسول الله، ويرفعون هؤلاء المخلوقين في مرتبة الربوبية والألوهية. أضع يدي في من يقول بأن الله ليس له يد ولا وجه ولا له صفة من الصفات إلا القليل القلة، حتى الكلام لا يقول أن القرآن كلام الله تكلم الله بصوت وحرف، إنما يقول كلام النفس. أضع يدي في يد هؤلاء
وتريد أن الأمة تنتصر؟ لا والله، سنة الله تقول أن هذه الأمة لن تنتصر بهذا الوضع. حتى لما جاء نصر في زمن بعض الأشاعرة كصلاح الدين الأيوبي وغيره من هؤلاء ممن كان انتشر عندهم التمشعر، لكن الأصل أن الدين قائم عدا هذه الجزئية، لذلك النصر لم يأتي كاملا، النصر في وقتهم لم يأتي كاملا، لأنهم أعطوا على قدر إيمانهم، فالنصر يؤتى على قدر الإيمان. فما هو إيماننا الحق؟ وكيف تريدنا أن نضع أيدينا في يد هؤلاء المخالفين في أصول الدين واعتقاد الأمة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلن يكون. فأول شيء علينا أن نقيم دين الله عز وجل أولا، وهذا والله من النصرة، من النصرة أن تكون صالحا، وأن يكون من تحتك من الرعية صالحا كأبنائك وزوجتك وذريتك. من الصلاح أن تكون ملتزما بكتاب الله عز وجل وسنته، ومن ذلك الفرائض، وهذا أول ما يجب على الإنسان وأحب ما يتقرب به العبد لربه جل علاه. قال الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. فهذا أول شيء. فهل نحن نصلي الصلوات الخمس في المسجد أيها الرجال؟ أيها الرجال نصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ وأيتها النساء، هل أنتن تصلين محافظات على الصلوات الخمس؟ أم شغلتني كذا، أم نمنع عن كذا، أم؟ هذا من إقامة الدين، هذا من إقامة الدين. وكذلك هل نترك المحرمات التي أصبحت ليست فقط بين أعيننا بل في أيدينا أو في جيوبنا؟ هذه الشاشات التي نشاهد بها الآن، لم نفعل فيها معاصي؟ ولم نبحث عن هذه المعاصي ونسعد بهذه المعاصي التي نراها؟ وفقط إنما في الآخر العيب ليس فينا، العيب في من حكمنا. وأين أنت؟ فيطالبون بإمام وإمرة كأبي بكر وعمر، ويظنون أنهم عثمان وعلي أو العشر المبشرين بالجنة أو بقية الصحابة، كما قال لي أحدهم في التعليقات: أنت تدافع عن الحكام وأمراء المسلمين ولا يوجد حاكما شرعيا، الحاكم الشرعي كأبي بكر وعمر، كذا قال في التعليق، وينسب ذلك إلى بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة. أنتم بقية الصحابة حتى يأتيكم أبو بكر وعمر؟ فقبل أن ينسب العيب للحكام والحكومات والأمراء والملوك، انظر إلى نفسك أولا. وأما مثل هذا فالله عز وجل يبتلي عباده ليتخذ منا شهداء، كما قال الله عز وجل، كما في سورة آل عمران وغيرها: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وهذه في سورة محمد. والثانية: ليتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، في سورة آل عمران. فالأمر أيها الأحبة لا تظن أنه بعيد عنا، هو قريب وسهل والله، بس أن تقدم الشرع على هواك، ومن ذلك أن تنظر فيما نحن فيه الآن واختلفنا فيه. هل هذه الفرق والجماعات والحركات والأحزاب والطيارات وما تسميه ما سميه، هل هذا من الدين أم ليس من الدين؟ هل هذه قائم على ما أوصى الله به وأوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان لا، وتتحجج بحجج والضرورات تبيح المحظورات وغير ذلك من هذه الأمور، فأنا لنا بالنصر، لأن الأمة شرذمت وتفرقت ولم تعتصم بحبل الله جميعا ولم تجتمع. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل علاه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالهلاك هذا بسبب التفرقة. وبعد كل ذلك يأتون إلى أهل العلم من ينتسب إلى المنهج السلفي أو العقيدة السلفية وطلابهم ويقول: أنتم فرقتم الأمة. لا والله ما فرقنا الأمة، الذي فرق الأمة هو الذي تشرذم مع طائفة من الناس على فكر من الأفكار، الذي جعل له تيارا لفكرة معينة، الذي جعل له جماعة وقائد وإمام وجعل له بيعة أو مرشدا أو غير ذلك. هؤلاء هم الذين تشرذموا وتفرقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال الله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك نقول: السلفية أو غيرهم، لا يوجد فرق بين السلفية ولا غيرهم، هؤلاء هم علماء الملة، لا علماء أمة ولا علماء سلطان، علماء الملة الذين يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم، وهم الذين ينادون: يا أيها الناس عودوا إلى ربكم من أجل أن ينصرنا، لا أن يقولوا اهجموا على حكامكم وانصروا الحركات والعصبات والجماعات من أجل أن ننصر. لا والله لن يأتي النصر من هنا. ولذلك قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر. ها؟ من؟
صح المؤمنين. فهذا وعد الله عز وجل أنه ينصر عباده المؤمنين القائمين على حدوده جل علاه كما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن نكون ننصر حركة كحركة حماس أو ننصر طائفة أو طيار ونتعصب لها ونجادل عليها ويسب بعضنا بعضا بسببها، هل هذا هو الدين؟ أصبح الناس يدعون إلى حركات وإلى عصبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبة، يغضب لعصبة، ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. لأنه ما أراد بذلك نصر الدين، إنما أراد رفع راية عمية، إنما أراد نصر الجماعة. وهؤلاء حماس قد نقلت فيما مضى ما كانوا يقولونه من قسم، كل يرفع يده فرفع يده: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم. وقالوا قسم جماعة الإخوان المسلمين، وأن يكون ولاءهم وبراءهم لمن؟ لجماعة الإخوان المسلمين، لا لله ولا لرسوله. أبي هذا تجتمع الأمة؟ لا والله، لن تجتمع الأمة ولن تتفق إلا على كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يفعله العلماء الحق، أن يدعو الناس على إقامة الدين وأن يوجهوهم إلى أصول الدين والاعتقاد. فمن هنا يأتي النصر. أما المتعجلين فلم تأتي العجلة في كتاب ربنا إلا بالذم. قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. قال الله: وكان الإنسان عجولا. فالعجلة لا تأتي إلا مذمومة. وإلا فالتأسيس والتأصيل، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر دعوته يدعو إلى التوحيد فقط في مكة، فظل 13 سنة يدعو في مكة إلى التوحيد. وأما الغزوات والفتوحات وغير ذلك من بقايا الشرع، إنما جاءت في 10 سنين فقط التي كانت في المدينة بس. فلا بد من التأسيس والتأصيل أولا لهذا الدين، ولغرز ولزرع الإيمان في قلوب المؤمنين، حتى يكون وقوفهم أمام أعدائهم بعقيدة راسخة ثابتة لا تهتز بشيء من أهواء الشبهات والضلالات والشهوات المحرمات. أما أن يصب غضب الناس وما فيهم من شحن على الحكومات وعلى إخوانهم، يوجد واحد تقريبا كل بثوثه يوميا تقريبا على أهل السنة والجماعة ويسميهم بأسماء منفرة كسدنة المعبد، كالمدخلة، كالجامية، كا. لما؟ لأنهم يحاربون فكرهم الضال بدعوتهم إلى الإخوان، أو بوقوفهم جنب المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لحركة حماس، أو لأنهم يقولون عليكم بما قال به الله عز وجل وقال به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عليكم بالسمع والطاعة، على العبد المسلم السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. من رأى من أميره ما يكره فلا يكره الذي أتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال النبي طيب هم يعطلون الجهاد، هم يفعلون. تعال أنت ترى أن الأمة تستطيع أن تجاهد أعداء الله عز وجل من الكفار؟ ما رأيك؟ لا تتكلم بحماس، تكلم بعقل بحكمة. هم عندهم نووي وأنت ماذا عندك؟ أنت تأخذ منهم الأسلحة، أنت تجهز جيوشك من عند من؟ من عندهم. تدخل في معاهدات ومصالحات ومناورات من أجل أن تستقطب الجيل الخامس من الطائرات الحربية، من أجل أن تأخذ يسمونها الدروع الدفاعية، من أجل أن تأخذ كذا وكذا. فأنت الآن إن دخلت معهم في معركة فأنت الخاسر، أنت الخاسر. مثل ما فعلت الآن حماس مع اليهود، ماذا حدث؟ من الخاسر؟ من الذي قتل عنده أكثر من 45,000؟ من الذي هدمت بيوته ومساجده والبنية التحتية وهجر الناس؟ من؟ ويفرحون بضرب دبابة فبدل الدبابة يوجد الآلاف، ويفرحون بإسقاط طائرة فبدل الطائرة يوجد المئات، ويفرحون بقتل 2,000 3
قتلوا عندك أكثر من 40,000، فالآن أنت تهلك أمة لا تنصر أمة. أنت بهذه الطريقة بعاطفتك هذه تهلك أمة لا تنصر أمة. وإلا فعلينا بالشرع أولا وتجهيز النفس أولا. ولذلك قال الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ومع ذلك قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأمر بين، لكن لأنهم يأخذونكم من جانب العاطفة، من جانب الحمية، من جانب كيف تترك إخوانك، افتحوا لنا المعابر افتحوا إيه؟ حتى ابنتي جاءت تخبرني أن بنت معروفة لإخواني تأتي لهم وتنشد هذا النشيد، افتحوا لنا الحدود ونحن نحارب اليهود. تحاربوها بمن؟ مثل اسمه حجازي الإخوان، عندما قال على الملايين رايحين فلسطين، بالملايين رايحين فلسطين، عزل، عفوا، يعني هذا خبل هبل. قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن تقول ما ولا الثاني الذي طلع، يا دولة يهود لهم شوية مثل كده، لو أن كل مسلم بسق بسقة لأغرقهم. لا يا رجل، صحيح. طب يلا ابدأ أنت، تفضل يلا على الحدود، ما نسمع منهم إلا كلاما، وإلا ساعة الجد فلا يوجد مثل ذلك أبدا. وإذا كان الخلاف لماذا لا نجتمع؟ وهذا الذي يريدون أعداؤنا والشياطين، يريدون منا الاعتصام والاتفاق والائتلاف، أم يريدون منا الفراق والاختلاف؟ ماذا يريد منا الشيطان وأولياؤه وجنده؟ ماذا يريدون منا؟ بس. وإلا فالأصل ما نحن عليه بإقامة الدين أولا، لكن من يتعجل يتعجل، والله المستعان. فنحن نفعل ما بقدر وسعنا ما نستطيعه. وإلا يعني في غزوة مؤتة لما أمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، قال فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وسكت. فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، قتل زيد فأخذ الراية جعفر، فقتل فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فقتل فأخذ الراية سيف من سيوف الله. من هو؟ من؟ خالد بن الوليد. فبدل الميمنة بالميسرة، والميسرة بالميمنة، والمقدمة بالمؤخرة، والمؤخرة بالمقدمة، ثم ترك وذهب. برأيكم أنتم ماذا تقولون عن خالد في هذه الحرب، في هذا الأمر؟ ماذا ستقولون؟ لا شك أن الكثير منا سيقول مثل ما قال الكثير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، الفرار الفرار، قالوا عنهم الفرار الفرار، لما تركوا أرض المعركة وذهبوا، فقالوا عنهم الفرار الفرار. وهنا ينطق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فقال مقرا ما فعله خالد، بل القرار القرار، والفرار الذين يفرون من أرض المعركة، والقرار الذين يقرون على الأعداء والغلب لهم، فسماهم مع أنهم تركوا أرض المعركة القرار. لما؟ لأن خالد رضي الله عنه أراد أن يحافظ على بقية جيش المسلمين وألا يدخلهم في مهلكة محققة، لألا يدخلهم في مهلكة محققة. وأنت الآن هل إذا قمت معهم في القتال هل ستكون المهلكة محققة أم لا؟ ستكون ولا شك. أنت تأخذ منهم أسلحة، هم يسبقونك بسنين في تجهيز الجيوش. الشاهد من هذا أيها الأحبة أن العلاج موجود، لكن الناس عنه معرضون. وهو دين الله عز وجل بإقامة القرآن والسنة بعقيدة سلف هذه الأمة. لا أدعو إلى جماعة ولا إلى حزب يسمى بالسلفية، إنما نقول علينا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرنا بذلك. قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في زمن نزول هذه الآية؟ أخبروني أخبروني، من المؤمنون في زمن نزول هذه الآية؟ من؟ أليس الصحابة؟ وهؤلاء هم سلفنا؟ فمن يشاقق السنة ويخالف ما كان عليه الصحابة، قال الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. بل إن من خالف السنة فيخشى عليه من إحباط العمل. قال الله يا أيها الذين آمنوا، والآية في سورة محمد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
فمن خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يحبط العمل، فهو متوعد بإحباط العمل. قال الله في ثنائه على الصحابة: وجعل هم الأصل والأمة لهم تبعا، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم فقط، لا بإحسان، فليس الاسم الاتباع بل يكون بإحسان، والإتيان بإحسان بالاتباع بإحسان لابد أن يقوم كما كانوا أن يفعلوا ويتبعوا سلفهم كما كان سلفهم، لا أقصد بخيول وحمير مثل ما الذين يقول لا يفقهون شيئا، لكن بالنسبة للدين، لا بأن يتشرذموا، لا بأن يخالفوا ما عليه سلفنا الصالح، لا بأن يذهبوا إلى حركات وجماعات وفرق فاعتزل تلك الفرق كلها. واضح؟ هذا أول شيء، إقامة الدين. ثانيا الاجتماع، والاجتماع لابد أن يكون بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا لابد أن نكون متفقين على الحق، متفقين على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وذكرت ذلك مرارا حتى أتيت بقصة طالوت وجنوده، قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم في النوم مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم جالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الآيات وفيها الدعاء. فهنا نقول نعم، تركوا الدنيا وراءهم وانصاعوا لأمر الله ببلائهم أنهم جوعى عطشى وجاءهم النهر العذب ماؤه، ومع ذلك أمروا أن لا يشربوا منه، فتغلبوا على شهواتهم وعلى أهوائهم طاعة لله عز وجل حتى نصرهم الله تبارك وتعالى. فأين نحن من هذا؟ عرفنا كيف نستطيع أن نخلع الشوكة التي في حلوقنا في مسألة استضعاف الأمة؟ بس بغير ذلك لن يأتي النصر، لأن الله دلنا على طريق النصر. سبحان الله، يدلنا الله على طريق النصر ومع ذلك نتبع يمينا ويسار، كما أن الله دلنا على صراطه المستقيم ومع ذلك يوجد الكثير من يتبع دعاء على أبواب جهنم يخالفون صراط الله المستقيم، من أجابهم قذفوه فيها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنضل. آمين.